بسم الله. تمارين حول درس المعلم في المستوى وإحداثية متجهة. المستوى: السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 2: أجمع على متعاملي المستوى. أصغر أنشئ النقاط A ذات إحداثيتين ناقص 3 ناقص 2، B ذات إحداثيتين ناقص 3 1، E ذات إحداثيتين ناقص 2 ناقص 4، و F ذات إحداثيتين 4 ناقص 4. أتمم ما يلي: جميع نقاط المستقيم AB لها، ثم أتمم جميع نقاط المستقيم F لها، ثم أتمم. C صغر: أحسب X و Y بحيث النقطة M ذات إحداثيتين X زائد 1 5 تنتمي مستقيم AB، النقطة N ذات إحداثيتين ناقص 1 2 Y ناقص 3 تنتمي إلى المستقيم UF. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة التصحيح معا. يلا نبدأ الجواب، نشوف أولا الشكل. يلا نبدأ بالنقطة A، قلنا أفصولها ناقص 3 وأرتبها ناقص 2. إذن هنا عندنا الأفصول ناقص 3 وهنا عندنا الأرتوب ناقص 2. إذن ضع أصبعك على مكان النقطة A. فعلا هذا هو مكان النقطة A، سنضعه بهذه الطريقة هكذا، نعرف المكان الآن بالضبط. إذن كما ترى حينما أضع أصبعي هنا تبرز إحداثيتي ديال النقطة A، راهما ناقص 3 وناقص 2، واضح؟ نمر نمشيو للنقطة الأخرى B. أفصولها ناقص 3 وأرتبها 1. يلا أين توجد النقطة B؟ ضع أصبعك عليه على مكان هذه النقطة. فعلا B توجد هنا، أفصولها ناقص 3 وأرتبها 1. طبقا نضع هذه النقطة B. إذن هنا A وهناك B. إذن كما ترى لو وضعت الأصبع ديالي على النقطة B تبرز إحداثيتين راهما ناقص 3 و 1. نواصل. نقطة E ذات الإحداثيتين ناقص 2 وناقص 4، أو ناقص 2 ناقص 4. إذن كما ترى الأفصول ناقص 2 والأرتوب ناقص 4. إذن أين ستكون النقطة E؟ نعم E توجد بالضبط هنا. تقن نضع هذه النقطة. إذن كما ترى إذا ضغطت هنا في هذا المكان تبرز إحداثيتين بلون أخضر ناقص 2 وناقص 4. إذن الآن وضعنا النقطة E. بقت لنا النقطة F. F ذات إحداثيتين 4 وناقص 4. يلا أين ستكون النقطة F؟ أفصلها 4 وأكتبها ناقص 4. إذن ستكون بالضبط هنا في هذا المكان. طبقا نأخذ النقطة ثم نضعها هنا. إذن كما ترى هنا برز الإحداثيتين اللي هما 4 وناقص 4 راهما تراهما بلون أخضر. نضع النقطة F. الآن نشأ المستقيم AB، غادي ناخذ ليه مثلا لون أخضر. انظر إلى المستقيم AB، ماذا يمكن نقول عن جميع النقاط التي تنتمي إلى المستقيم AB؟ صحيح، جميع النقاط التي تنتمي إلى المستقيم AB، أي نقطة أخذها من المستقيم AB لها نفس المسقط العمودي على محور الأفاصيل.
بمعنى أن هذه النقط لها ماذا؟ نعم، يجمعها شيء واحد، لها ماذا؟ نعم، لها نفس الأفصول. ما هو هذا الأفصول؟ فعلا هذا الأفصول هو ناقص 3. إذن جميع نقط المستقيم أبي لها نفس الأفصول اللي هو العدد ناقص 3. نمشي الآن لمستقيم EF. نرسم أولا مستقيم EF، ها هو، نأخذ لي لون آخر مثلا هذا اللون. انظر إلى نقط المستقيم EF، جميعها لها نفس المسقط العمودي على محور الآلاتي اللي هو النقطة التي ترها الآن، أي جميع نقط المستقيم EF يجمعها شيء واحد. ما هو جميع هذه النقاط يجمعها شيء واحد؟ ما هو؟ نعم، لها نفس الأرتوب اللي هو العدد ناقص 4. واضح؟ نكتب ذلك، جميع نقط المستقيم AB لها نفس الأفصول إذن كما ترى جميع نقط المستقيم AB لها نفس الأفصول ناقص 3، وجميع نقط المستقيم EF لها ماذا؟ نعم، لها نفس الأرتوب اللي هو العدد ناقص 4. طبقين. نمر الآن إلى السؤال الموالي لنحسب X. قيل لنا أن النقطة M ذات الإحداثيتين X زائد 1 5 تنتمي إلى المستقيم AB. إذا ما دامت النقطة M تنتمي إلى المستقيم AB ونحن نعرف أن جميع نقاط المستقيم AB لها نفس الأفصول، إذا أفصولها هو ناقص 3، أليس كذلك؟ أي x زائد 1 هذا هو أفصل النقطة M، وقلنا أفصل M هو العدد ناقص 3 ما دامت M تنتمي لمستقيم AB. ونحن نعلم من خلال الجواب على السؤال السابق أن جميع نقاط المستقيم AB لها نفس الأفصول ناقص 3، هذا يدفعنا للقول بأن x زائد 1 يساوي ماذا؟ نعم، يساوي ناقص 3، أي x يساوي ناقص 3 ناقص 1 عند انتقال حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبق، أي x يساوي ناقص 4. وهكذا وجدنا x. الآن سنحسب y. عندنا النقطة N ذات الإحداثيتي ناقص 1 2 إيغال ناقص 3 تنتمي للمستقيم EF، ونحن نعلم مسبقا أن جميع نقط المستقيم EF لها نفس الأرتوب اللي هو ماذا؟ نعم، اللي هو العدد ناقص 4. إذا أرتوب M هو ماذا؟ نعم، إذا أرتوب النقطة N هو بدوره العدد ناقص 4 ما دامت هذه النقطة تنتمي إلى المستقيم EF. إذن كما ترى أرتوبها هو 2 إيغاي ناقص 3 وهو أيضا العدد ناقص 4. إذن ماذا يمكن نستنتج؟ نعم، نستنتج من ذلك أن 2 إيغاي ناقص 3 تساوي ناقص 4. وهكذا حصلنا على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، والمجهول هنا هو ماذا؟ نعم، هو إيغاي.
اثنان y تساوي ناقص 4 زائد 3 أي اثنان y يساوي ناقص 1 بمعنى y يساوي ماذا؟ فعلا y يساوي ناقص 1 على 2 متفقين؟ انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو إعدادية صفاء الركش إلى اللقاء.